فقرة أخرى مشاهدينا. كل يوم في رمضان فقرتنا نتحدث فيها عن موازنة الدولة ل 2016-2017 والجدل اللي أثير حول تمرير هذه الموازنة من قبل مجلس النواب. احنا معنا في الاستوديو منورنا النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان، وأيضا الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب وكيل لجنة الصحة، وأيضا النائب أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب وعضو تكتل 25-30. منورنا. هبتدي معاكي يا دكتورة إيناس، بما أن حضرتك وكيل لجنة الصحة وميزانية الصحة في الموازنة الجديدة أثارت الكثير من اللغط والجدل، خاصة وأن تكتل 25-30 وهنشوف رأيه في هذه الموازنة بيتحدث بأنه لم يتم الالتزام ب يعني ما قره الدستور بخصوص هذه الميزانية اللي بتحتاج كقطاع في مصر للكثير والعديد من الإصلاحات، وهذه الأموال يعني عشان نقوم بهذه الإصلاحات ورفع الخدمة للمواطن. بس الحقيقة غير كده، هم التزموا معنا بعد ما كانوا جايبين الموازنة الأولانية كان نصيب الصحة 47 مليار و800، ده كان أقل كتير من المفروض، وكان ضايف عليه 11 مليار 8 للصرف الصحي و4 لشركة المياه القابضة. فطبعا ده كان قليل جدا على الميزانية، ومش ده اللي مطلوب من لوزارة الصحة. وبالنسبة للدستور في المادة 18 هو المفروض 3% من الدخل القومي الكلي، بس اللي حصل هو الدخل المحلي. فبالدخل المحلي احنا خدنا فعلا 81 مليار و9 مليار تم تجنيبهم لمستشفيات التأمين الصحي اللي المفروض نحن نبتدي بقانونه ونبتدي نطبقه من السنة اللي كان. طيب أسأل حضرتك النائب أحمد الطنطاوي عضو تكتل 25-30، رفضكم للموازنة بشكل عام، تصريحاتكم نارية كلها بتدور حول أن الموازنة هي مرآة لخطة الحكومة، وده طبيعي أنها تكون مرآة لذلك. ليه رفضتم الموازنة مع أنه أنا تحدثت عن الصحة كأول نقطة، لأن هي النقطة اللي كمان بتثير يعني اهتمام المواطن ايضا، نتحدث عن الصحة وحالتها المتردية في مصر. بس ليه الموازنة رفضتوها؟ ليه مش شايفين ان هي خطوة جيدة من قبل الحكومة لتحقيق على الاقل فارق يشعر به المواطن؟ تحياتي اولا، كل سنة وحضرتك طيبة ومشاهديك الكرام والسادة النواب المحترمين بكل خير. احنا رفضنا الموازنة لجملة من الاسباب، لكن لو حضرتك عايزة تبدأي بمسألة الصحة تحديدا فهو باختصار شديد، الحكومة ذكرت في برنامجها اللي احنا رفضناه سابقا ورفضنا تشكيلتها انها معنية بإصلاح الصحة والتعليم، وأكيد ده مش هيجي بالنوايا الحسنة ولا بمجرد الكلام. الموازنة زي ما حضرتك قلت هي الترجمة العملية المالية لبرنامج الحكومة. يعني الحكومة لما تقول ان احنا معنيين بإصلاح حال الصحة اللي هو بعافية زي ما الكل شايف، لازم نشوف ده في صورة اعتمادات مالية قادرة على إصلاح حال الصحة. الدستور قال انه 4% من الناتج القومي الإجمالي وليس المحلي للصحة، 3% 4% للتعليم، 3% للصحة، 2% للتعليم العالي، 1% للبحث العلمي. وأنا شخصيا تواصلت مع عدد من كتبوا الدستور في لجنة الخمسين وقالوا ارجعوا للمضابط هتتأكدوا ان احنا كنا نعني الناتج القومي الإجمالي وليس الناتج المحلي. الحكومة في إطار سلسلة من الأكاذيب والغش والتدليس قالت انهم ما يعرفوش يحسبوا الناتج القومي الإجمالي، وده غير صحيح، لانه اذا كان حتى في 20% من دول العالم بتقدر تحسب الناتج القومي الاجمالي فاحنا كانت الحكومه ملزمه انها تحسبه، لانها عارفه ان عندها استحقاق دستوري بيلزمها بانها تعتمد على اساسه. ومع ذلك خلينا ناخد بالناتج المحلي اللي ادعوه ليس الناتج القومي. الناتج المحلي الاجمالي للعام الماضي كان 2.8 تريليون، هم حسبوا على 2.7، وحسبوا بحسابات العام الماضي مع انه الميزانيه المتوقعه للعام القادم هي 3.3 تريليون، وده في وصفي حاجة من اتنين. إما إنه جهل كامل بالواقع، وده معناه إن الحكومة لا تصلح لأنها مش قادرة تقرأ الواقع، وده في إطار حاجات كتير. في التعليم حصل نفس الأمر، وفي التعليم العالي وفي البحث العلمي، والحكومة قاعدة تقدم سنة بعد سنة أرقام غير صحيحة وهي عارفة إنها غير صحيحة. هنتحاسب إذا عشنا وإذا ما كناش عايشين، يبقوا فكروا كده بعض. 5.1% اللي هم معدل النمو اللي الحكومة بتقوله هتقدر تعمله ولا لأ، وحصيلة الضرائب اللي بتقولها هتقدر تعملها ولا لا، خلينا نقول ايه يعني في الصحة. الحكومة في البداية قالت الناتج المحلي مش القومي، وحسبت بالأرقام الفعلية للسنة اللي فاتت مش بالأرقام المتوقعة للسنة الجاية، وحسبت ب1.1 تريليون نقص. فوق ده كله ايه بقى؟ إذا كانت تصورت بالفتاكة وبالفهلوة انها يعني هتحط الصحة والصرف الصحي والمية وبعدين تراضينا بانها تشيلهم، تخيل عملت ما هو أسوأ. الحكومة ضافت 20 مليار جنيه
ديون على الصحة. هل في يوم من الأيام مصر استدانت جنيه واحد عشان تصرفه على الصحة؟ عشان أجي أحمل الصحة ديون 20 مليار جنيه؟ ده تدليس ملوش أي معنى تاني غير إنه تدليس. طب الموازنة، أنا هسأل كمان، الموازنة في كلمة واحدة، غير عادلة وغير إنسانية، بس دي مسائل تقبل الجدل، لكن لما تبقى غير دستورية كان يجب ألا تمر. سيادة النائب عاطف مخاليف، حضرتك شايف إزاي الموازنة؟ لماذا مررت الموازنة بكل ما في يعني مآخذ عليها؟ الحقيقة أنا وافقت على الموازنة من باب مجبر أخاك لا بطل. أنا ملاحظة أن مجبر أخاك لبطل دي من أول بداية مجلس النواب وهي سائدة، يعني عدينا بس دي أحسن من عصير الليمونة. أيوة. وافقت عليها ليه؟ الحقيقة الأول الدستور نص في المادة 124 أن الموازنة تجينا قبل إقرارها ب 90 يوم على الأقل. على الأقل جت قبليها بشهر، جت قبليها ب 20 يوم ب 52 يوم، بس الدكتور علي حطها في الدرج بالظبط ب 52 يوم برضه، يبقى غير دستوري. ده من بدايه ان الموازنه تخش باب مجلس الشعب النواب. ماشي، ده اول حاجه غير دستوريه في الماده 124. ثاني حاجه لما وافقت عليها ما انا اقول لحضرتك ما البديل ايه بقى؟ انا مش هوافق. اوكي تمام، البديل ايه؟ ان انا ارجع اشتغل بالخطه والموازنه بتاعه 2015 اللي هي اصلا سيئه للغايه، اللي هي سيئه للغايه كمان، اللي هي الموازنه ميزانيه التعليم وميزانيه الصحه فيها اقل من اللي انا هاخده دلوقتي، اقل من استحقاقي دلوقتي اللي احمد بيه يعني بيهاجم فيه، وطبعا هو محق وانا معاه 100% تقريبا بالنص. يبقى انا برجع لورا خلاص بالنسبه للتعليم والصحه، وانا شايف ان التعليم والصحه الاساس بتاع قيام اي دولة حضارية بعد ثورة، بعد ثورة طبيعية او ثورة حقيقية. التعليم والصحة الاول بيمسكوا التعليم والصحة يشتغلوا عليهم. انا لا عندي تعليم ولا عندي صحة. طبعا الكلام ده ظاهر ومتجلي في الاحداث الاخيرة بتاع تسريب الامتحانات. طبعا. خلاص؟ يعني وجبنا التعليم وجبنا وزير التعليم. شوفي الموازنة هي كل حاجة في البلد، لو اتدارت بفكر واتحط اهداف للموازنه، انما دي متضربه عشوائيه بافكار تقليديه قديمه قوي. تقعدي معايا يا وزير، انا اسف ان احنا بنقول الكلام ده للشعب المصري في الايام اللي جاي فيها العيد يعني وكده، وبنعكر صف الناس. 30 يونيو يعني ذكرى برضه وذكرى 30 يونيو بان الناس عندها يعني انا جاي بصراحه مش عايز اهاجم ومش عايز يعني ايه نعكر صف الجو اللي كله افراح وكله اعياد والايام الكريمه اللي احنا فيها، ولكن الحقيقه بتقول ان احنا رايحين في حته يعني في نفق مظلم. احنا ماشيين غلط، الاتجاه مش هو الاتجاه الصحيح. الحكومه الافكار بتاعتها تقليديه، اذا كان في افكار تقليديه بتشتغل بعشوائيه، الوزراء معظمهم تكلميه في اي حاجه يحسسك ان هو فاهم وفاهم كويس قوي. يعني احنا قعدنا مع الوزير الهلال الشربيني بتاع التربيه وزير التعليم، قعدنا معاه، المشكله الحقيقه يعني مبسطه قوي كان مفيش مشكله، مع ان يعني المفترض المشكله دي لو حصلت في السودان، مش هقول لك في دوله متقدمه، كان الوزير رقم واحد اول حاجه يعملها ادبيا ان هو يستقيل. انت عارفه الاستقاله مش عشان اغير وزير، لا، عشان ننزع فتيل الازمه. هو ما استقالش ليه يا سياده النائب؟ بمناسبه ان حضرتك فتحت ملف التعليم، يعني لناس كتيره بتأن منه دلوقتي، وعندنا عدد من الشباب راح تظاهر قدام الوزاره واتقبض عليه في الاخر، هو تظاهر دون يعني الحصول على تصريح. ما مشكلتنا بقى، بصي احنا عمالين نخش في مشاكل مركبه. انا رايح اقول التظاهر. يعني الشاب دلوقتي اللي هو بتاع الثانويه العامه اللي ذاكر وتعب وطلع عينيه، وفي الاخر لقى نفسه بيتظلم، ولقى نفسه امتحاناته بتتعاد، ولقى نفسه مجهوده بيهدر وبيترمي على الارض. اقل حاجه يعملها ايه؟ يطلع يقول يا جماعه انتوا خطا، انتوا غلط. المفترض برضو ان انا اعمل له قانون للتظاهر بالاختيار مش بالرخصه. ايوه، عشان يروح لاقرب، الولاد بيتظاهروا عشان عايزين الوزير يستقيل. ده رقم واحد هو المفترض من نفسه. رقم اتنين بقى احنا علينا احنا كنواب. عملتوا ايه بقى كنواب؟ احنا كنواب الماده 147 في الدستور بتدينا اليه سحب الثقه من وزير بعين، وما قمتوش بدليل. المفترض هنقوم بيه ان شاء الله بعد العيد. احنا كنا طبعا بعد العيد يعني بعد على راي المثل بعد العيد ما بتعملش مش عارف الكحك. ولكن انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا طبعا المشكله جت في ظل تمرير الموازنه بالطريقه اللي مرت بيها. يمكن حصل مشكله امبارح في اثناء تمرير الموازنه، يعني الدكتور علي عبد العال الحقيقه كان مسرع قوي،
في 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 انا برضو عايز اسالك دكتوره ميناس، يعني مسرع ده تعبير لطيف. لا اصل انا ده حبيبي دكتوره علي الحقيقه، انا بحبه اصلا. والبعض خاصه من تكتل 25 30 تصريحاتهم كلها بتقول انه الموازنه اتسلقت. انا اسفه للتعبير ده، يعني هي اتسلقت في الجزء الاخراني، لكن احنا فضلنا في كام يوم الاولانيين كنا ماشيين. طب ليه تصريحاتنا غير؟ الناس بيقولوا زي 25 30، اقول الاستاذ عاطف وحضرتك بتقولوا نفس الكلام. أيوة. بتقولوا غير دستوريه وبتقولوا اتسلقت، يبقى احنا قلنا الكلام ده. انا اول بيان ليا في الموازنه كانت غير دستوريه، ما كناش موافقين على الموازنه نهائي، لان اللي كان متاخد للصحه ما يكفيش حاجه. بس هو يعني مش هقول لك ان اللي جاي كويس قوي، بس مثلا وزاره الصحه طالبه 65 مليار السنه دي، وهتكفي انها تجدد المستشفيات، تكفيها باجهزه، تعمل وحدات رعايه فائقه، كل الكلام ده هيكفيها 65 مليار. تفتكري لما نقعد معاهم ونطلع 47 مليار 800 لحاجه و80، دي حاجه تزعلنا؟ طبعا اكيد هنوافق بعد كده على انها تمشي طالما ده هيسد العجز اللي في وزاره الصحه. لكن هو اول يومين كنا ماشيين كويس قوي، كله كان بيقول رايه وكل اللي عنده حاجه. إيه اللي حصل في الاخر؟ اللي حصل في ثالث يوم انه عمل فوتنج على نوقف المناقشات ولا نكملها. عمل تصويت على توقيف المناقشات. رئيس المجلس عمل تصويت على توقيف المناقشات او استكمالها. فالراي الاغلبيه وده لازم نحترمه قالوا لا توقف المناقشه، فمحدش كمل. ابتدى بقى ان نعمل تصويت على الموازنه باب باب زي ما جاي في الدستور. فطبيعة الحال كل اللي قال وزير المالية انه هيحسن، واضح ان الموازنة جاية بطموحات اكتر من امكانياتهم، لكن لو هتبصي عليها هتلاقي الدين الداخلي زاد، الدين الخارجي زاد، والعجز زاد، الديون الفوائد اللي عليها زادت كتير، اما نوصل ل 98% في العجز والحاجات دي كلها. طبعا كلنا ما كناش مرتاحين للموازنة، لكن بعد ما بتوقفي المناقشة مين هيتكلم؟ فبقى العمليه عمليه تصويت، فحتى اللي كان رافض بقى زي ما الاستاذ البديل اسوأ. مخاليف لا قال بديل أسوأ. لا البديل ايه؟ في بديل. طب ايه البديل؟ اهي دكتوره ايناس سالتك ايه البديل؟ يعني وزاره الصحه تنفع تمشي من غير موازنه؟ لا انا اقول لحضرتك او تمشي بموازنه 2015؟ نقول ايه البديل واحنا مش استثناء من دول العالم واحنا ما بنخترعش. وانا قلت لما يبقى الكلام في السياسه يقبل تاويلات، لكن الكلام في الدستور لابد ان يحترم. يعني انا على سبيل المثال دخلت شفت عنوان بيقول 30 يونيو ثوره شعب، مظبوط ده العنوان اللي احنا قاعدين تحته. انا معترض على العنوان ده دستوريا، لانه ديباجه الدستور ذكرت ثوره 25 يناير شرطه 30 يونيو. ده حقيقي، واحنا النهارده بنتحدث في هذا حتى لو الإطار. قال الكلام ده اي مسؤول. طب سياده النائب انا بسالك دلوقتي، بسالك على الموازنه، كان ايه حضرتك. البديل؟ انا هجاوب حضرتك. هو احمد عايز يغير حتى في الدباجه عندكم. البديل هو الالتزام، البديل هو الالتزام الحرفي بالدستور اللي وضع عشان يحترم، ما وضعش عشان حد يقدم فيه تاويلات ملتويه. الدستور لما يقول ثوره 25 يناير 30 يونيو يبقى لا تذكر 30 يونيو من غير 25 يناير. ده حقيقي. الدستور لما يقول مخصصات للصحه والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ومن الناتج القومي الاجمالي، الحكومه لو تعرف تعملها وتعملها، ولو ما تعرفش تمشي مع الف سلامه غير ومأسوف عليا، لان لا اعتقد ان في اسوأ من كده. يعني احنا مش هنخسر اكتر من اللي خسرناه. اي حكومه افضل من الحكومه اللي موجوده حاليا. نعمل ايه بقى؟ نعمل اللي احنا طلبناه بضمير مفتوح. اولا طالبنا زملائنا النواب بان دي فرصه لتصحيح شكل العلاقه ما بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه. الحكومه بتتعامل ان احنا مجلس الحكومه، ان اللي جاي من عندها نوافقه ونبوس ايدينا وش وظهر، في حين ان الدستور بيقول ان هي اللي حكومه المجلس، احنا نقرر وهم اللي ينفذوا، ونقرر بناء على ايه؟ على قرار الشعب المصري. كنا بنقول ايه؟ بنقول يا جماعه بنيه سليمه لله وللوطن، نطفي الموتور اسبوع. انا استخدمت النص ده، انه الزملاء النواب لما بنتكلم معاهم في اروقه المجلس هتوافقوا على ميزانيه بهذا السوء ليه؟ هي مشكلة ان الوقت كان بيدهن. اقول لحضرتك قصة الوقت دي، احنا مش هنفضل نشتغل بالطريقة دي. الدستور قال الميزانية توصل لنا في حد ادنى 90 يوم قبل 30/6، احنا مش مسؤولين انها توصل لنا قبل 52 يوم، ولما توصل 52 يوم ما احناش مسؤولين ان هيئة المكتب يحطها في الدرج ويقفلوا عليها ويدوا للميزانية 4 أيام تتناقش فيها. موازنة الدولة المصرية تتناقش في 10 ساعات؟ ده كلام صحيح. يقبله عقل؟ نقفل الكلام في الموازنة في اموال الشعب المصري عشان نتكلم في اموال المجلس في ايدين امينه ولا مش في ايدين امينه، ونقعد نتكلم فيها في الساعات، ولما نقول احنا عايزين نقدم وجهه نظر ثانيه واحنا قاعدين بنتكلم عن مقارنه دخل النائب بدخل النواب التانيين في العالم، واحنا عندنا رؤيه ثانيه بقى بتتكلم عن دخل برضه المدرس مقارنه بباقي المدرسين في العالم، ودخل الطبيب مقارنه بدخول
نحسب ده. احنا كلنا ترشحنا واحنا عارفين واضح ان يا سياده النائب حضرتك عندك اعتراض كامل على كيفيه اداره مجلس النواب. ايه بقى البديل؟ اه طبعا ده صحيح، وسجلته امبارح اخر مره يعني اسجل ده كان امبارح في الجلسه بتاعه امبارح اللي اترفعت كده على عجل ولم وحرمنا من 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 الكلمه مع ان احنا اللي طلبناها وحصل عليها نواب الاغلبيه عشان يعبروا عن رايهم مع انه مرروا قرار. هل يعقل ان احنا كل جلسه نستخدم نظام التصويت الالكتروني عشان بس نثبت نصاب الحضور وبعدين نركنه على جنب ونصوت برفع الايدي؟ ايه اللي يمنع الشعب المصري انه يستخدم حقه في انه يطلع على نوابه بيعملوا ايه عشان نقدر نواجه الناس؟ طيب. اللي وافق على الميزانيه يواجه ناخبيه ويقول لهم هو وافق عليها ليه، واللي رفض الميزانيه يواجه ناخبيه ويقول له هو رفضها ليه. لما حضرتك تساليني عن سؤال، ايه البديل؟ اقول لك البديل ان احنا كان قدامنا ايام معدوده كنا نقدر زي ما قلت لهم بيقولوا عشان المركب تمشي الصعاطف. وانا سالت لو الحكومه فضلت ماشيه بينا ماشيه بينا. لا سياده النائب عاطف بيقول كده برضه عشان المركب تمشي. مظبوط ما زملائنا بيقولوا لنا كده، هم متخيلين ان احنا عايزين نعطل المركب. وانا سالت سؤال اعتقد انه منطقي، ماذا لو الحكومه دي فضلت واخدانا في المركب ده وماشيه بينا لغايه وسط البحر كده وراحوا واقفين فجاه وباصين لبعض قالوا احنا مش عارفين نروح فين؟ كان سؤال. هل المركب تمشي ده هدف في حد ذاته حتى لو ماشيه في الاتجاه الغلط؟ طب انا خليني اسال ناخد اسبوع نقدر ناخد اسبوع نطفي موتور المركب ونسال نفسنا. الاستاذ عاطف اللي وافق على الموازنه بيقول لك ان احنا ماشيين غلط. طيب. وانا بقول ان احنا ماشيين غلط وكنا نقدر نعمل حاجه. هتقول ايه للناخبين اللي انتخبوك يا سياده النائب؟ يعني دلوقتي النائب احمد بيقول انا ليه وافقت؟ لا مش بس ليه وافقت، ليه وافقت وهتعمل ايه فيما يخص موازنه حضرتك اصلا رافضها اكيد هتؤثر على المواطن العادي. انا رفضي كان هيضر، موافقتي هتفيد. ازاي؟ انا دلوقتي عندي ايرادات وعندي حجم انفاق. الايرادات تقريبا 680، حجم الانفاق 975، يبقى انا محتاج قد ايه؟ 300. ومحتاج فوق ال 300 خدمه دين 300 زيهم. اذا انا كمصر بروح اخد قرض او استدانه 600 مليار، يعني نص تريليون وواحد من عشر، ده رقم فظيع. والمفترض ان في ميزانيه 2017 حجم الانفاق يزيد نص تريليون. يعني 975 هيزيدوا نص تريليون. شوفي بقى خدمه الدين تبقى قد ايه، وشغلانه كبيره جدا. انا لما باجي ابص للموازنه بتاعتي والميزانيه اللي عندي بتلاقي اولا قصه الناتج القومي محلي والناتج المحلي المحلي ده تحايل على المواد 18 و19 و20 و21. يعني حضرتك بتتهم الحكومه من هي بتتحايل في موازنتها. احسبي زي ما تحسبي. انا بقول لك كده بوضوح. طب ما هو الكلام اللي بتقولوه خطير، يعني انا حتى مش قادره اقف مع الحكومه او يعني او اشكل اي راي اخر غير الاراء. انا عايز بس اوصلها بالارقام، انا عايز اوصلها للشعب بالارقام عشان نشوف احنا وافقنا على مضض ليه ماشي. بس ببساطه عشان ارقام ببساطة. كتير. انا كان عندي اجور 218 زادت 10 مليار بقت 228 مليار اجور، عندي دعم 206 مليار زادوا لمين؟ ولسه هنتكلم على زادوا لمين؟ ما انا هقول لك زادوا لمين؟ قول للمواطن المصري ال 10 مليار اللي زادوا دول زادوا لمين؟ نصهم راح فين والنص الباقي اتوزع على مين؟ ده المكافئات 34% من حجم الاجور. 34% مكافئات يعني ال 228 تطلعي منهم 34% مكافئات، ودي مصيبه كبيره. والاجور ده معناه ودي مصيبه كبيره، ده معناه ان الناس مش هتشعر بفرق. بالظبط، يعني الموظف اللي بياخد 1000 جنيه هم ال 1000 جنيه، والموظف اللي بياخد 3 مليون و2 مليون هو هياخد ال 2 مليون. هو ده بقى سؤالي لحضرتك. وهيزيد كمان، معلش بس وهيزيد كمان. انا عايز اوصل بالراحه، انا عايز اسال سؤال بس. عايز اسال سؤال من غير ما النائب يتدخل بعد اذنك. احمد حبيبي على عايز اسال دلوقتي. مش احنا كنا بنتحدث بانه في قرار اصلا موجود من القضاء الاداري بحد ادنى للاجور، وكنا بنتحدث ان هيكون في حد اقصى للاجور؟ ما في حد ادنى وفي حد اقصى، وفي حاجه اسمها استثناء من الحد الادنى والحد الاقصى بتاخد 34% من حد. احنا نضحك بس. لا لا احنا يضحك وشر البليه ما يضحك. احنا بقى عايزين نوصل بقى دلوقتي. احنا قلنا 228 مليار للاجور و206 للدعم و300 مليار فين؟ لخدمه الدين. خدمه الدين الفوائد يعني بالبساطه كده ماشي. يبقى 300 و206 و228 يعني عندي كام؟ عندي 700 تقريبا و30 مليار من حجم الانفاق. كام؟ 975 تهنا من بعض.
خلاص هيتبقى لنا كام؟ بقى لنا كام؟ كدولة مصرية 175 178 نعمل بيهم ايه؟ هعمل بيهم ايه؟ شيلي بقى ال 10% بتاعت التعليم، لو اشتريت ال 10% اللي ألزمنا بيها الدستور هيقعوا، مش هيعرفوا يشتغلوا. مش هيلاقوا فلوس. هم معاهم حق ان هم يعملوا شيء من التحايل ان هو يدخل لي المياه والصرف الصحي بتخش على الصحة. ما تشالوا يا نهار ابيض. ده المياه والصرف الصحي شركة قابضة. دي أول مرة. بيخلوا الناس بتشد في شعورهم من الغلاء بتاع فاتورة المية. طيب. اللي مضاف عليها 40% صرف صحي. النقطة اللي بيتكلم عليها سيادة النائب. أيوة فعلا اتضافت وشالوها. اتشالت فعلا. بس هم كانوا يا فندم اتشالت. علشان صحة وصحة. ما فيش حاجه اتشالت. لا اتشالت ضاف كمان خدمه لا. الدين يعني انا مثلا هناخد كام مثلا 30 مليار خدمه الدين كام 7 مليار 10 مليار اضافت كمان خدمه الدين بتاعه الصحه على الصحه وموازنه الصحه وبتاعه التعليم على التعليم ده هو استدان ايه هو جاب من بره ايه انت بتحملني في الاجور مرتين وبتحملني في الموازنه بتاعت خدمه الدين مرتين ازاي دي شغلانه كده يعني طيب انا عايزه اسالك كمان سياده النائب احمد انت زعلان انا عارفه بس يعني انا زعلان لانه عندما يتعلق الامر بحقوق المواطنين البسطاء وتلاقي انه الزملاء النواب الافاضل اللي وافقوا على الميزانيه شايفين انها غير دستوريه وانها غير عادله وانها مكحفه وانه الدافع الوحيد للموافقه عليه هو انه مفيش بدائل يبقى احنا في كارثه احنا بنبرر للحكومه ظلمها للمواطن وفشلها وكذبها كمان مفيش بدائل ليه في بدائل عايز اسالك كان عندكم تصريحات متعلقه ايضا بالموازنه فيما يخص الدعم طبعا وعندكم اعتراضات كبيره انا مش عايز اقول لك على اراء الخبراء اللي احنا استأنسنا برايهم واحنا بنقول بيان تفصيلي عن راينا في الموازنه في جانب الايرادات والمصروفات ولا عايز اقول لك على الوعود الكاذبه والناس هتعرف اصل الايام مفيش اقرب منها الحكومه وعدت الصحه بال10 مليار ووعدت بيهم التعليم ولا انتفي لا للصحه ولا للتعليم بالعشر مليار لان هم كدابين وعارفين ان هم كدابين. طيب قولي كده اقول لحضرتك البدائل لو السيد المهندس كلمني على الدعم لو السيد المهندس رئيس الوزراء عفر جزمته بتراب شوارع وسكك مصر ونزل سال ابسط مواطن في الشارع نعمل ايه؟ ما احنا ادي المتاح ادي الفلوس اللي عندنا وادي نفقاتنا قد كده نعمل ايه؟ كان قال له ببساطه فين الحد الاقصى للاجور؟ صحيح وده قانون كان قال له ببساطة في قصة الدعم ازاي السفارات الأجنبية في مصر بتاخد بنزين مدعم؟ كان قال له كده ودي أسئلة بسيطة جدا مش عايزة يعني خبير اقتصادي عشان يلاقي لها حلول. كان قال له ببساطة شديدة فاتورة الفساد في مصر كام؟ وكان قال له فين أموال وأراضي الدولة المنهوبة؟ كان قال له إذا أنت بتقن النهاردة من الدين قاعد بتستلف ليه بزيادة؟ كان قال له لما ما نفعش التحايل على الصحه بان انت تحط الصرف الصحي ويمكن كمان كانوا عايزين يحطوا الزباله على فاتوره الصرف الصحي ورئيس المجلس قدم تخريجه انا اعتقد ان ملهاش اي علاقه بالدستور من قريب ولا من بعيد لما قال لي حضرتك قال فلوس المستشفيات الخاصه الاستثمارات بتاع المستشفيات الخاصه المفروض تتضاف في ميزانيه الصحه وانا سالت معنى كده ان انا لو في مواطن في دايرتي تعبان ومش لاقي له سرير على على في مستشفى حكومي اقول له روح مستشفى خاصه اذا كان في قرار من رئيس الوزراء بتجريم الامتناع عن تقديم الخدمه الطبيه في حاله الطوارئ والمستشفيات بتقول للناس ايه روحوا هاتوا رئيس الوزراء بتاعكم يطبق لكم صحيح. القرار ده شوف يا استاذه اذا في نيه صادقه الميزانيه دي اصلها من قبل كده عليا برضه يا سياده النائب فيما يخص الدعم بقول لحضرتك ما انا بقول لحضرتك اسالي المواطن البسيط هيقول لك ليه البنزين ال 95 مدعوم؟ ليه السفاره الاجنبيه بتاخد بنزين مدعوم؟ ليه بطاقه التموين عضو مجلس النواب بيصرف منها زيت وسكر؟ والمواطن البسيط اللي عايز يضيف مواليده مش عارف؟ ما هي دي كلها اسئله بسيطه هل ليه؟ هل صحيح انه الدعم في الموازنه الجديده تم تقليله؟ ده صحيح ومش بس كده تم تقليله مع الاعتراف بانه الاسعار هتزيد مش هتقل وعلى فكره ده بيدي مؤشرات ان الحكومه عندها نيه انا بحذرهم منها لانه ده لعب بالنار والكلام ده موجه للرئيس مش للحكومه دول مجموعه من المعينين الفاشلين وهيرحلوا ان عاجلا او اجلا انا بوجه كلامي للرئيس دلوقتي مش للحكومه الطريقه دي والضغط على فقراء هذا المجتمع اكثر من ذلك ينذر بمخاطر وخيمه احنا قدام طريق من اتنين يا اما ننتبه على صوت ضمايرنا وهي بتصحينا يا اما هننتبه الى اصوات حناجر تنفجر في وجوهنا اللي بيدفع ثمن دم قلبه في المجتمع ده دلوقتي الفقير انت بتقولي حضرتك يجيبه منين فين الضرائب التصاعديه فين الضرائب على الدخل اللي دخلهم اكتر من مليون جنيه في السنه فين الضريبه على الارباح الراسماليه في البورصه بس انا بكلمك بس عن حاجات الدول الراسماليه اللي بتدفع المواطن 65% ضرائب
في الشرائح الاعلى في المجتمع، احنا النهارده بندفعه 22.5%. الفقير الموظف البسيط بيدفعهم ورجل الاعمال بيتهرب منهم والحكومه بتطبطب عليه وعامله نفسها مش شايفاه. لا، لو عايزين نقول منين فيه وفي بدل البديل 10، لكن احنا نخنق النواب ونديهم الكلام يناقشوه في 4 ايام ونقول لهم مفيش غير كده ونقفل باب المناقشه ونطلب منهم تصويت يدوي، ما تعرفش منه مين موافق ومين رفض، ورئيس المجلس يقول دول 5 اللي رفضوا، اقول له طب صوت تصويت الكتروني عشان نعرف مين هم الخمسه دول، فيتجاهل هذا الكلام، نسلق الموازنه زي ما سلقنا ال 342 قانون ونفضل في هذه العلاقه المختلفه. بس على الاقل 342 قانون تقدروا ترجعوا ليهم. لا ما نقدرش، في حاجات ما نقدرش، وانا ولو حضرتك بتقول لي نقدر ما رجعناش ليه؟ لا 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 بترجعوا بقى. الماده 132 لسنه 2014 القانون 32 لسنه 2014. احنا عايزين نتكلم، احنا عايزين نتكلم كلام واقعي. الماده 156 بتقول ان انا اقدر اعمل استدعي اقدر نظريا يا استاذ عاطف في نفس دور الانتخابات. الكلام ده لو انت تقدرت اسمعوا يا كابتن صح نقدر نظريا عمليا عملنا ده وعمليا نعم فين الشغل يا استاذ نقدر نعيد ده في الزمن للوراء. طيب فين القوانين اللي تقدم بيها المعارضه؟ مفيش. فين؟ مفيش حاجه. فين القوانين يا استاذ احمد؟ نرجع لمطبطه المجلس، نرجع للامانه العامه ونشوف القوانين يا جماعه ونشوف. احنا شغلنا الاساسي المطلوب مننا اللي نص عليه الدستور في مواده الواضحه ان احنا التشريع والرقابه طب ممكن اقول لحضرتك ما هو اقصى من الدوله والجديد يا استاذ عاطف الاشتراك في رسم سياسه الدوله الداخلي والخارجي. لا مش الاشتراك، فين القوانين بتاعتنا يا جماعه؟ انا عايزه ارجع تاني سياده النائب بعد اذنك لو سمحت. في حاجات يعني انا لما اتكلمت سياده النائب لو سمحت احنا بنتكلم النهارده على الموازنه مش بنتكلم فين. احنا بنتكلم على الموازنه بالظبط. الموازنه دي طب خلي الناس اللي رفضوا، انا اسف ان اقول الكلام ده مع ان مش تخصصهم، يجيبوا اعتى المتخصصين في مصر ويقعدوا معاهم ويقولوا لهم الميزانيه اهو ادي حجم الانفاق بتاعنا وادي الايرادات بتاعتنا وادي الاجور. بس هو سياده النائب تحدث عن خدمه الدين والباقي اهو اتفضلوا اشتغلوا في الصحه وفي التعليم وفي الاسكان وفي البنيه التحتيه والبنيه الاساسيه وفي الطرق اشتغلوا فيها وفي تنميه الزراعه اشتغلوا في الكلام ده بالباقي يا جماعه. لا ما ينفعش. طب خليني اخد تليفون من النائب مجدي مرشد رئيس لجنة الصحه. اهلا بيك سياده النائب. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور يا فندم. يعني سياده النائب على حضرتك وعلى الضيوف الاعزاء الساده النواب وعلى المشاهدين كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. يعني سياده النائب اما بنتكلم على الموازنه العامه اول نقطه الناس بتتحدث عنها هي ميزانيه الصحه وان ميزانيه الصحه لم تاتي كما يعني اقرها الدستور وان هي غير دستوريه. حضرتك شايف ازاي هذه النقطه خاصه وانه معانا كمان دكتوره ايناس وبتقول بانه ما فيش بدائل كتير. شوفي حضرتك انا مداخلتي في المقام الاول لنقطه الحقيقه الزميل العزيز السيد النائب عاطف مخليف قالها وهي ان الصرف الصحي ومياه الشرب ضمن موازنه الصحه في هذا العام. الكلام ده طبعا انتهى تماما واللجنه عندنا اصرت على حذف الصرف الصحي ومياه الشرب من موازنه الصحه لان الموازنه وده المكتوب عند سياده النائب وعند كل الزملاء النواب الموازنه وصلت ل 85 مليار و245 مليون بالصرف الصحي ومياه الشرب، واحنا الحقيقه اصرينا سوري و645 مليون، اصرينا على حذف حتى لا يصبح عرفا ونبدا ندخل حاجه الحقيقه ما هياش يعني القول جزافا بانها طب وقائي ده كلام مش منطقي وغير مقبول لان دي بنيه اساسيه وبتتبع امور اخرى ومش هنقدر نراقبها ولا فشلنا تماما ال 15 مليون مليار بتوع الصرف الصحي ومياه الشرب واصبحت الموازنه وده مش مكتوب في اللي في اللي في اللي سلم لنا ده تم قبل الاعلان عن الـ عن الـ عن الموازنه بيومين او كده في مداولات مع وزير التخطيط ومع رئيس لجنه الخطه والموازنه بالمجلس. تم حذف او تم شيل ال 15 مليار بتوع سوري ال 11 مليار 245 مليون بتوع الصرف الصحي ومياه الشرب من ميزانيه الصحه. طيب دلوقتي ميزانيه الصحه كام بالظبط؟ 44 مليار 410 مليون. ثم في نقطه مهمه جدا ان في 9 مليار اصريت انها تتقال في المجلس حتى توضع في مضبطه المجلس. 9 مليار احتياطي تحت امر الصحة شريطة أن يكون هناك مشروعات جاهزة للتنفيذ تأخذ من 9 مليار دي، يعني كل مشروع هنطوره، كل مستشفى هنطوره هناخد من 9 مليار احتياطي بلس أو زائد ل 74 مليار 410 مليون، يعني هنوصل ل 83 مليار 410 مليون، ودول
يمشوا او يتناسبوا او يتواكبوا مع استحقاق الدستور اللي هو 3% من الناتج المحلي العام، واحنا الحقيقه مختلفين في النقطه دي، ان احنا عايزين النص الدستوري بيقول ناتج قومي، لكن اذا قابلنا بالناتج المحلي، الناتج المحلي العام 2.77 تريليون، وبالتالي هتبقى النسبه بتاعت الصحه فيها اللي هي 3% 83 مليون، اذا ضفنا 74 مليون 410 74 مليار 410 مليون زائد 9 مليار الاحتياطي، اصبح فعلا الصحه لها هذا الرصيد وده يعني. دكتور مجدي حضرتك شايف بشكل، دكتور مجدي حضرتك شايف وبتقر وبتؤكد بان ميزانيه الصحه في الموازنه العامه تتوافق مع احكام الدستور ومواده. اذا ضفنا 9 مليار الاحتياطي اصبحت تماما تبع، بس تبع الاجمالي المحلي مش الاجمالي مش العام. طب هو السؤال ليه 9 مليار؟ لا دكتور مجدي معلش لو سمحت، ليه 9 مليار اتحطوا احتياطي؟ ليه 9 مليار مش جزء من الميزانيه المخصصه للصحه؟ لانه انت عندك عجز، فاذا كان عندك مشاريع هتكمليها بال 9 مليار هم محطوطين، لو ما كملتهاش هيروحوا لمناطق اخرى. حضرتك عندك عجز في الميزانيه كبير جدا. احنا في ظرف في ضائقه الحقيقه، احنا في ظرف خانق، وكلنا حتى يعني الكابتن امام عبد المجبر اخاك لا بطل، ومعظم الناس اللي وافقت كانت من منطلق مجبر اخاك لا بطل عشان المركب تمشي، بس تمشي فين؟ اتمنى انها ما تمشيش زي ما زميلي العزيز النائب احمد طنطاوي قال، تمشي غلط يا ريت تمشي صح. هي ماشيه غلط اصلا يا دكتور مجدي. المسار بالنسبه للحكومه، والحكومه تحاول تتجاوب معانا شويه. طب انا بشكرك دكتور مجدي مرشد، شكرا جزيلا، عضو مجلس النواب ورئيس لجنه الصحه. تعقيبك ايه يا دكتور؟ بص حضرتك، لو كانت الحكومه بتحاول تتذاكى بالتعبير اللطيف او تكذب بالتعبير الحقيقي علشان خاطر تتكلم في حاجه تانية غير الصحه والتعليم كنا عذرناها. لكن لما الحكومه تتحايل، اولا النسب الدستوريه دي اللي احنا بنتكلم عنها النهارده دي مش النسب العالميه، والدستور بيقول ترتفع تدريجيا الى ان تصل للنسب العالميه. في دول اللي احنا مخصصين، انا مخصصين للتعليم 4%، في دول بتصرف 15%، بس احنا خلاص رضينا بالهم والحكومه مش راضيه بيه. اللي كتبوا الدستور كاتبين الناتج القومي الاجمالي مش المحلي، هم عارفين هم كاتبين ايه صحيح. وقالوا نرجع للمضابط والمضابط موجود، واذا كانت الحكومه ما حسبتش الناتج القومي الاجمالي فدي غلطتها. لو بيتقال لنا اصل ما فيش وقت، يبقى تتحاسب الحكومه وتتحاسب هيئه المكتب ورئيس المجلس مين ضيع الوقت. احنا ما قلناش نعيد الميزانيه من الاول، ما قلناش ننتقل زي دول العالم المحترمه من ميزانيه البنود اللي متقدمه لينا لميزانيه البرامج والاداء، ده احنا قلنا العك اللي متقدم لنا ده في اطار الوقت المتاح ناخد 3-4 ايام نتكلم في ان احنا ازاي ناخد من فلوس المستشارين اللي مالهمش لازمه، ومن المواكب، ومن البذخ الحكومي اللي مالوش اي لازمه، ومن الدعم اللي رايح لغير مستحقيه بدل ما يروح لمستحقيه، وندي للصحه والتعليم. اذا كنا احنا شلنا الصرف الصحي وده كلام مظبوط وفلوس ميه الشرب، فالحكومه تحايلت من الباب الثاني وضافت زي ما بقول لك 20 مليار جنيه على ميزانيه الصحه خدمه ديون. مال وزاره الصحه بخدمه الديون انا مش عارف. طيب قالوا ان في 9 مليار عشان وقتنا. وعدوا بال 9 مليار دول وزاره التربيه والتعليم، يعني وعدوا بيهم لجنه التعليم ووعدوا بيهم لجنه الصحه، وهنشوف ان غدا لناظره قريب رئيس لجنه التعليم الصديق العزيز الدكتور جمال شيحه. 9 مليار ولا تشال مننا 20 مليار؟ دكتور مجدي بيقول دكتور احنا دول متعانين احتياطي لمستشفيات التامين الصحي لسه تحت، وقالوا لبتوع التعليم متعانين التطوير التعليمي 74 مليار كافيين جدا لوزاره الصحه، والوزاره نفسها ما طلبتش اكتر من كده، ده بالعكس في زياده. فيعني لو هو جاي لنا كده لازم نقبل بالوضع اللي موجود عشان الامور تمشي. طب وال 9 مليار دولت حضرتك بتنفيهم؟ موجودين كاحتياطي من ضمن ال يعني دول تم تخصيصهم انتظارا ليكم، لكن لم يضاف لينا ال 20 مليار بتوع الدين. 9 مليار دولت ثانيه واحده دولت عشان هتعملوا قانون التامين الصحي الجديد، او مخصصين اما المستشفيات التامين الصحي الجديد اللي هيتعمل، اما لو في مستشفيات هتحتاج اكتر من ال 74 مليار. طيب. لكن ان اتضاف علينا حاجه للديون ما حصلش. لا ده حصل. لا بس دي معلومه، دي معلومه يعني بس ما حصلش. كل الانتقادات لهذه الموازنه اكيد عندكم بديل تقدروا تقولوا للحكومه، في ظل انه سياده النائب احمد بيقول بانه الحكومه شايفه ان المجلس ده مجلس الحكومه مش حكومه المجلس. الحقيقه طبعا انا شايف من خلال التشريعات اللي احنا هنجبر بيها الحكومه ان هي تنفذها، ومن خلال دورنا الرقابي عليها هنقدر نخلي الحكومه، حتى لو كان الحكومه مستهونه بالمجلس
في الايام اللي فاتت دي، لان انا شايف الحقيقه كل حاجه اتت بيها الحكومه المجلس رفع الرايه البيضاء ليها. يعني من اول بيان الحكومه، يعني انا شخصيا ما وافقتش على بيان الحكومه، قلت ممكن نعدل في البيان شويه ماشي، وكان عندنا الوقت ان احنا نعدل في البيان، انما انا وافقت لان انا مش شايف ان في فرصه ان انا اعدل الموازنه، والبديل صعب. فعشان كده بقول المعارض لازم المعارضه بتاعته تبقى ايجابيه من خلال التشريع اللي يجبر الحكومه في الفتره الجايه. المعارض لازم يمتلك ادوات الرقابه كامله عشان لما يجي تقدم باستجواب يسحب الثقه من وزير ما يطلعش خالي الوفاض، ما يطلعش هو اللي غلطان. لما بيملك ادوات الاستجواب وبيكمل اركان الاستجواب وبيخش على الوزير، يبقى اللدعه بتاعته اقاله وزير ومحاسبه وزير من غير تصويت ومن غير اغلبيه. ازاي بقى؟ ازاي انا في استجوابي ازاي مش هي هقول لحضرتك يعني انا دلوقتي في الاستجواب بتاعي لما تقدم باستجواب واروح اعرف الادوات بتاعتي فين واركانه فين، اروح الجهاز المركزي اجيب المستندات اللازمه لاستكمال اركان هذا الاستجواب، ولا لما تقدم باستجواب كتابه وانا مش عارف انا رايح فين؟ ما احنا بنقول احنا يا جماعه مجلس دلوقتي بس عشان وقتنا انتهى سياده تقريبا كلمتك الاخيره بقى للناس عشان هاخد كلمات سريعه من ضيوفنا الاعزاء، كلمتك الاخيره للناس في وسط ان انتوا شايفين ان الموازنه الحاليه دي موازنه سيئه للغايه ولا تخدم امال الشعب. كلمتي الاخيره للناس، انا بدعو الناس كلها ان كل واحد في عمله يراعي ضميره، كل واحد يجد في عمله. عايزين انا بتكلم على الناس اللي بتاخد دعم والدعم قال عليها، بتكلم على الناس اللي كانت منتظره اجور تزيد والاجور ما زادتش بشكل حقيقي في ظل انه في تضخم وفي ظل ان في يعني مشكله فيما يخص انتاجنا، يعني مشاكلنا الاقتصاديه كبيره يعني المشاكل على الناس. المشاكل اللي بتخص الدعم وبتخص السلع الاستراتيجيه والمشاكل اللي بتخص الاجور وهيكله الاجور والتعليم والحد الادنى والحد الاقصى والتعليم، حط ايدك على كل محتوى بيان الحكومه تلاقي مشاكل، بركان، مجرد ما تشيل الغلط تلاقي بركان. فعشان كده احنا بنقول يا جماعه احنا دلوقتي خارجين من ثورتين، والمفترض بيبقى في امد زمني للتصحيح بعد الثورات. فرنسا لما قامت بالثوره قعدت 15 سنه 14 سنه، كل الناس بتقول نفس الجمله بس يا جماعة في الاخر ما احنا برضو احنا محتاجين الوقت. صحيح. يا جماعه مش في يوم وليله هنضرب بالعصا كل حاجه هتتصلح، احنا بنحارب فساد دوله عميقه، وللاسف الشديد وانا قاعد معاك وبقول لك الدوله فساد الدوله الحديثه تضافر مع فساد الدوله العميقه، فبقت المشكله مركبه. سودناها. فاحنا عندنا مشكله كبيره قوي وعلينا دور كبير قوي في المجلس، وكلنا احنا في النهايه ايه عايزين ايه؟ صالح عام، مفيش حاجه اسمها معارض ومش معارض. ده حقيقي. احنا كلنا عايزين الصالح العام، فلازم نمشي في اطر ان احنا نوصل للصالح العام للشعب المصري. طب دكتوره ايناس كلمتك الاخيره خاصه فيما يخص ميزانيه الصحه، هل الناس هتشعر خلال ميزانيه العام الجديد بان هناك اختلاف طرا على منظومه الصحه؟ اكيد. المبلغ اللي موجود حقيقي هيغطي حاجات كتير بالحسابات اللي عملها الوزاره وباللي احنا شفناه في المستشفيات. ان قدرنا فعلا نحسن المستشفيات ونحسن الاجور والكوادر ونبتدي ننظم عمليه الاجهزه اللي موجوده يبقى ليها صيانه والاجهزه الجديده اللي جايه، واحنا طموحين فعلا ان احنا نعمل حاجه، احنا هدفنا المواطن المصري. عشان كده قانون التامين الصحي لازم يبقى الزامي، ان طبقنا ده كله اعتقد ان المواطن هيبتدي يحس، وهدفنا في الصحة هو أن لازم المواطن يحس. إن ما حسش بدري هتبقى مشكلة. بالنسبة للموازنة احنا كنا رافضينها تماما في الأول، وأعتقد أن الدكتور مجدي قال لك الفترة الأولانية احنا قعدنا نتناقش فيها أسبوعين وهم وعدونا، وبعدين الوعد مش لازم هيبقى حقيقي بس معانا المبالغ اللي اتحطت. والله احنا بنراقب، لو ما حصلش الكلام ده هيبقى لنا وقفه ثانيه، واحنا مش قليلين يعني، ولا مش هنفوت. يطمن المواطن المصري ان هو الهدف الاول لينا هو المواطن المصري وصحته، والهدف الثاني ان لو ما تمش اللي هم وعدونا بيه احنا هنعرف ناخد اجراءات. سياده النائب احمد كلمتك الاخيره. الثوره اللي انتوا النهارده بتحتفلوا بذكرى موجتها الاهم في 30 يونيو لم تصل للحكومه ولم تصل الى موازنه الحكومه. هذه موازنه اشبه تماما بموازنات يوسف بطرس غالي، وهؤلاء وزراء يعني افضل واحد فيهم افضل من فيهم يعني يشبه وزراء حكومه مبارك. احنا عارفين ان احنا الثوره محتاجه وقت علشان الناس تجني ثمار، لكن الوقت ده علشان الناس تصبر فيه محتاجه تشوف طريق، نقف على اول الطريق الصحيح ونقول احنا بعد وقت قد ايه هنبقى فين وبعد وقت قد ايه هنبقى فين. لكن لما نبقى ماشيين في الاتجاه الخاطئ باعتراف اللي ايده الحكومه واللي ما ايدوهاش
واللي قبلوا الميزانيه واللي ما قبلوهاش، واذا كنا احنا اللي منتخبين من الشعب المصري وبنمثل ضميره شايفين هذا الكلام، احنا بنقول ان الميزانيه كافيه زي ما طلبتها وزاره الصحه. اتحاسب السنه الجايه زي دلوقتي المواطن لقى رعايه صحيه كريمه ولائقه في المستشفيات ولا لا. نتحاسب الطالب لقى مدرسه ولقى جامعه ولا لا. اذا لقى يبقى احنا مقدما احنا اسفين ان احنا عارضنا الحكومه وعارضنا الموازنه، واحنا لا نتكبر على ذلك وسنعلن اسفنا ونعلن ان الحكومه كانت صح واحنا اللي غلط، لكن لو ما لقاش يبقى لازم نتحاسب. نتحاسب كلنا قدام ربنا وقدام الناس اللي انتخبونا، لان باختصار اديني جمله واحده. احنا مش شغالين عند الحكومه، احنا شغالين عند الناس اللي نجحتنا واللي بتقبضنا مرتباتنا، وإذا كان في حد لازم نرضيه فهي الناس دي. ده حقيقي. أنا بشكركم النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان، دكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب وكيل لجنة الصحة، وأيضا النائب أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب وعضو تكتل 25-30. ده كان حديثنا على موازنة الحكومة للعام المالي الجديد 2016-2017، واللي من الواضح إن هي تثير الجدل حتى بعد وانتظار إقرارها بقانون. هننتظر ايضا اللي قاله النائب احمد، وهو عام بعد هذه الموازنة، ومحاسبة الحكومة ومحاسبة المجلس الذي وافق ايضا على هذه الميزانية. تحياتي لكم مشاهدينا، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الفطر هشوفكم ان شاء الله بعد العيد. تحياتي لكم، تصبحوا على خير. كنت معاكم سمر نجيبه.